يمكن لما كنت في صف رابع ابتدائي، وأنا كنت دائماً أؤكد على رغبتي أن أنا أكون طبيبة. كان عندي فضول كبير في كل شيء في الدنيا، أي شيء يتحرك في الدنيا أنا كنت أسأل كيف يتحرك وليش يتحرك. منذ طفولتي وأنا كنت أسعى أني أكون مهندسة بترول. أمي كان حلمها أني ندخل التمريض. That's very good. نادر ما تلاقي بنات يشتغلون في هذا المجال. Can you give me an update on this? Any difficulties? مع انتشار جائحة كورونا ما ترددت ولا لحظة أني أتخذ هذا القرار وأني أكون متواجدة في ميدان العمل مع أخواني المتواجدين هني في ظل هذه الجائحة. كنا نعمل على مدار 24 ساعة. أنا فخورة جداً كوني ممرضة إماراتية، أخدم وطني، أخدم أبناء وطني، وسوف نخرج بإذن الله من هذه الأزمة ونحن أكثر قوة وأكثر مرونة واستمرارية على العطاء. إذا وصلنا أن المرأة تشتغل في الحقول البترولية تقدر تشتغل في أي مكان ثاني. نصيحتي للجيل الجديد من القوات الإماراتيات، كل وحدة فيكم تحط لها هدف في الحياة وهذا الهدف تسعى لتحقيقه. أنت الوحيدة اللي تعرفين قدراتك، أنت الوحيدة اللي تعرفين الليمت، تدخلين أي حد يقول لك ما تقدرين تسوينه.